يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم. رح فيكم جميع بقناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك زهور السخني. اليوم رح نعمل بسبوسة ورح اقدمها بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية. اخترت لكم الوان هيك منعشة، صيفية ربيعية شتوية، جوز الهند عطية هيك مثل طبقة بياض الثلج، واخترت حط هيك وردات باللون الاصفر وعرق نعناع باللون الاخضر ليعطي هيك الوان ربيعية والوان صيفية منعشة، كلياتها هيك لوحة فنية متناغمة مع بعضها. بتمنى تعجبكم هذا المقطع العرضي، شايفين ما اجمله. بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات اذا مو مشتركين، وتحطوا لايك للفيديو كتير اساسي لدعم الفيديو. وهلأ مشان ما اطول عليكم اكتر من هيك، خلينا نشوف طريقة التحضير مع بعض. عندي هاي الصينية مقاسة 33 ب 23، دهنتها بشوية سمنة وشوية طحينة. طبعا عيار هاي البسبوسي عيار عائلة، اذا عائلتك صغيرة فيك تختصري الكمية للنص. هلأ رح افرغ بزبدية 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة، انا عادة بحط 5 بس اختصرت 2 وراح اضيف بديل. هلأ بشوفكم شو هو بديل البيضتين، وظرف فانيلا بنخلط اما بالخفاء الكهربائي او الخفاء اليدوي كمان بيصير. ضيف هلأ كوب من السكر بشكل تدريجي مع الخفاء المستمر. تقدروا تحطوا معلقة خل، تقدروا تحطوا برش ليمون برتقان كمان بيعزز النكهة أكتر. هلأ هيك صار لون البيض كاشف، رح أضيف هلأ نصف كوب من الزيت النباتي أو بتحطوا سمني أو زبدي، كله بيصير. وصفي الأساسية كوب كامل من الدسم، بس أنا اختصرت النص ما بيأثر. رح أضيف كوب كامل من اللبن الزبادي الروب ونصف كوب إضافي، نصف كوب هذا بديل حبتين البيض اللي اختصرتهم. فيكن تحطوا حليب كمان بيصير بدل اللبن، وبنخلط كمان. هلأ منضيف المواد الناشفة، عندي كوب سميد ناعم أو خشن أو وسط كله بيصير، كوب جوز الهند وكوب من الطحين. رح أنخل الطحين بإضافة البيكنج باودر ظرف كامل يعني معلقة طعام. نخلط المقادير كلياتها بالمضرب برفق حتى ما نخسر كمية الهواء اللي دخلناها أثناء خفق البيض. طبعا بنكون مشغلين الفرن من بداية العمل على درجة حرارة 180. هلأ رح أسكب الخليط بالصينية بنثبتها بالرف الوسط، بنشغل من الأسفل والأعلى إن أمكن، أو من الأسفل بعدين من الأعلى. بعمل لها هاي الحركة حتى تطلع كل فقاعات الهواء بصير سطحها متجانس. إذا هلا باخدها على الفرن مع المراقبة، بتاخد يعني 25 لـ30 دقيقة. رح سقيها أكيد بالشيرة القطر، أنا حضرته مسبقا. رح أترك لكم رابط الشيرة أو القطر بصندوق الوصف. هلا أقول لكم قدي رح نحتاج شيرة لتسقاية البسبوسي. وهلا هيك صينية بسبوسي صارت جاهزة وحمرتها أنا زيادة هيك تطلع أطيب. هلا رح نحتاج لتسقاية كوب ونصف من الشيرة، تكون الشيرة دافية. هلا بنتركها لحتى تبرد، بعد هيك رح اعمل الطبقة الثانية اللي هي البودينج. تطلع هيك كأنها بسبوسي محشية بالقشطة. هلأ رح افرغ بطنجرة نصف كوب من السكر او حسب الرغبة، نصف كوب من الطحين وثلث كوب من النشا، نشا الذرة، فانيلا معلقة شاي او حسب الرغبة، ورح اضيف كمان معلقة شاي من ماء الزهر ولتر من الحليب. حركهم على البارد قبل ما ارفعهم على النار، نطبخهم لحتى يتقل المزيج. بخفف الحرارة للهادية وبحرك لمدة دقيقة لحتى تنطبخ كل المكونات، وبسكبها
فوق البسبوسي. طبقة البسبوسي اللي حمرناها من الأعلى هلأ بتعطينا عند التقديم شكل كتير حلو، ببين كأنه حاطين احنا طبقة قرفي أو لون هيك غامق. نخليها لحتى تبرد مظبوط وتمسك معنا طبقة البودينج. فيكم نضيفه بهاي المرحلة جوز الهند أو بس لتبرد كمان بيصير، بس بفضل هلأ قبل ما بردها حتى يلزق مظبوط معنا جوز الهند. رح أخليها لمدة أقل شي ساعتين بالبراد، بعدين بطلعها وبكملها تزيين وبقدمها. زينتها بحبيبات من السكر باللون الأصفر، سبرينكلز بينحط لتزيين الكيكات والدوناتس والحلويات بشكل عام. وعندي بالجنينة نعناع فريش قطفت هيك وحبيت أقدمها بهي الطريقة المختلفة عن الطريقة التقليدية. بتمنى تعجبكم وتجربوها، ألوانها عن جد بتفتح النفس وطعمتها ولا أطيب من هيك. صار وقت هلأ نقطعها ونقدمها. شايفين تماسكها وألوانها عصرية. الطبقة اللي بالوسط عن جد عطتها ديكور كتير حلو. بتمنى تعجبكم وتجربوها. شوفوا أنا بقطعها قديها خفيفة وسلسة. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تدعموني باللايك وعملوا اشتراك بالقناة إذا مو مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل شيء جديد. إن شاء الله بشوفكم بأفكار جديدة ووصفات جديدة. كونوا بالانتظار والسلام عليكم.